هشام عمرها 8 سنين، انولدت 29 أسبوع يعني بالشهر السابع. هلأ خلال الولادة صار عندها نقص أكسجين، أثر عندها على الدماغ، أثر يعني صار عندها زي ما بنحكي شلل دماغي حركي، فأثر عندها على المشي على الجهة اليمين. هلأ شام بعد ما قررنا أنه نعملها عملية SDR اللي هي القطع الانتقائي لجذور الأعصاب، فكرنا أنه وين ممكن نتوجه بعد ما نعمل هاي العملية، لأنه العلاج الطبيعي بعد العملية كتير 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 مهم، يعني بدون العلاج الطبيعي العملية ما بتنجح. فهلأ فكرنا في مكان أنه تعمل علاج مكثف فيه، فالكل نصحنا بأنه تعمل بالهلال الأحمر. يعني بعدها لما جينا هون كانت شام يعني خلينا نحكي متحسنة، التوازن عندها ما كان لسه عالي، يعني شد الظهرها لسه ما كانت عالية 100%. هلأ خلال شهر ونص بلشنا نحس بالتحسن، إنه شام صارت تمشي على الأرض أثبت، تطلع على الأشياء العالية بشكل أسرع، ظهرها صار مشدود أكثر، والحمد لله يعني هاي نتائج خلينا نحكي خلال الأربع شهور بالأردن وشهر ونص هون، يعني إحنا بنحكي عن وقت قياسي. شام بتحب الغنى كتير، بتحب الموسيقى كتير. هلأ شو كان حلمها؟ إنه هي تطلع تعمل أغنية خاصة فيها، إنه هي تعمل أغنية شو طبيعة هاي الأغنية، إنها تغني لكل الأطفال اللي زيها، توصل رسالة للأطفال. وهذا فعليا صار، إنه شام هيك بتفكر، مش إحنا هيك بنفكر، بتحكي أنا نفسي أغني أغنية ولكل الأطفال اللي زيي، إنه إحنا بنقدر إنه نحقق حلمنا. فالحمد لله الهلال يعني مجرد بس سمع انه شام عندها هذا الحلم يعني ما استنى ولا لحظة، يعني حقق الهيا وطلعها على المسرح وغنت اغنية كتير بتحبها، واغنية للتفاؤل، والحمد لله يعني كانت بتجنن. ما